للأسف ما سجلنا الآن، ما سجلناش حتى 500,000، حوالي 500,000 مسجل في المنظومة، وهذا يدل أن ثم عزوف حقيقي من المواطنين وخوف نتفهموه. وإحنا في الحملة هذه مش نعملوا توجه للفئات المعنية بالتلقيح بحملة قاعدين نعدولها بصفة جدية. بالنسبة للخروج الإعلام، إحنا عندنا قائمة واضحة للأشخاص المخولين بالإدلاء بالتصريحات لكل وسائل الإعلام، مدينا بها وسائل الإعلام، إلا أن بعض وسائل الإعلام بقيت تستدعي شخصيات احنا ما عندناش علاقة بها. تمثيل المتضرر في اللجنة طبعا مش يكون ممثل بخبير يختاره هو، يدافع على حق ويدافع على شنو الخبير. أول حاجة بالنسبة للتعويض، في كل أدوية وكل تلقيح وقت تحدث مضاعفات يتوجه المريض أو قريبه إلى المخبر الوطني لليقظة الدوائية سنتر ناسيونال دو فارماكوفيجيلونس، يعلم على وقع الحادث هذا، يعلم به المخبر، المخبر يقوم بالتثبت، هو اللي يحيل الملف نتاعو إلى اللجنة هذه اللي تم إحداثها اللي هي مستقلة. والحاجة ثماش كوتي جوجي بارتي دونك مستقلة، يترأسها شخصية مستقلة فيها كل الخبراء والأطباء اللي يجموا يحدوا العلاقة بين الحادث اللي صار وبين التلقيح اللي مفترض نظريا هو تسبب في الحادثة هذه.